إجراءات كورونا القاضية بإغلاق المدارس لم تمنعها ومن معها من النسوة السوريات عن مساعدة النازحين. طالبة الثانوي سلام نازحة هي الأخرى. أكثر من يشعر بألم النزوح من تجرع مرارته. هي تقول: عم حس بالمعاناة أهلنا المهجرين، وعم حس بالأب أو الرجل يلي عم يسعى من شان لقمة أولاده بعد صيام يوم كامل. حبيت أنا اشتغل متطوعة مطبخ إنساني وساعد أطبخ ووزع وجبات إفطار صائم على النازحين والمهجرين. ساعات متواصلة من العمل تقضيها هؤلاء النسوة في مطبخ منتدى إسعى الإنساني لتحضير وجبات إفطار ل300 عائلة نازحة يوميا، ويختلف نوع الطعام بحسب حجم التبرعات. سعيدات بما يقدمنا بلا أي مقابل، فالمنتدى لا داعم له سوى المحسنين. نحن من أول يوم رمضان نشتغل وما في أجر ولا شيء، نحن أجرنا على الله تعالى. ينتهي تجهيز وجبات الإفطار، يصل متطوع آخر يقوم بنقل الطعام لتوزيعه. نقوم بمرافقته من مكان الطبخ إلى مأوى النازحين. عم نطبخ يوميا ما يعادل 300 وجبة بشكل يومي بشكل مختلف، مرة رز مرة برغل مرة فروج، بشكل عام متنوع يعني. ونحن عم نحاول نستهدف شرائح الأيتام والأرامل الموجودين في مخيمات النزوح. يتم توزيع وجبات الإفطار على مستودعات تم تحويلها إلى مراكز إيواء أثقل العوز كاهل من فيها، وأطفال أيتام تجمعوا للحصول على وجبة إفطار، وبعض الطعام يتم توزيعه على المخيمات العشوائية ومن منعتهم العفة عن السؤال. تحاول الجمعيات الإنسانية سد عجز المنظمات في تقديم الدعم اللازم للعائلات النازحة التي لا تجد في كثير من الأحيان ما يقيها الفقر. عائلات بقت تحت مقصلة التشرد منذ 10 سنوات عندما اتخذ العالم قرارا بعدم النظر إلى مأساتهم. قحطان مصطفى، العربي، شمال حلب، مدينة عفريت.